اليوم كان امامكم توقيع على اتفاقيه شراكه اللي غتخلينا في الاسابيع المقبله نوجدوا اون اوفر يعني اللي غتكون لي زوف براغماتيك اي زوف اللي غيكونوا اللي غي ملموسين اللي غيحاولوا واللي غنحاولوا من بين هاد لي زوف يعني نبدلوا الحياه اليوميه ديال الشباب المغربي. بالطبع انا فاش كنت جاي مع الاخوان قلت لهم دابا يا مورا هذا اللقاء جيتير غيكون عنده واحد لامباكت بوزيتيف باش جميع الابناك وجميع الشركات الوطنيه اللي عندها نفس الاهتمام بالنسبه للشباب والشابات غيتصلوا بنا باش بالطبع يكونوا اقتراحات جديده ويكونوا يعني اهتمام بهذه الفئات الشباب اللي كنتكلموا عليها، لان بهذا الوجود ديالهم معنا اليوم الا وكيبينوا يعني النيه ديالهم الحقيقيه مع يعني لتغيير واحد حياه ديال الاف والالاف الا ما نقدر نقول ملايين ديال الشباب المغربي. ما غاديش ندخل معكم دابا في التفاصيل ديال يعني لي زوف اللي غنعطيو للشباب، لان كيف ما قلت لكم اليوم نحن في نقاش مطول مع مجموعه ديال الشركات مع مجموعه ديال القطاعات الحكوميه كذلك باش نجمعوا مجموعه الخدمات اللي غنقدموها للشباب اللي نقدر نوعدكم به، وغنحاولوا باذن الله ان شاء الله يعني نتمنوا الانطلاقه ديال هذه الخدمات اللي بغينا نعطيوها للشباب بهذا المفهوم الجديد ديال لاكارت او لوكازيون، يعني في شهر في اواخر شهر 6 ان شاء الله اللي غتكون فيه غنستغلوا الصيف ان شاء الله باش تكون واحد الاكسبيريونس بيلوت ما بين شهر 7 8 باش تكون الانطلاقه الحقيقيه انا ذاك في شهر في اواخر شهر 9. لهذا احنا اليوم ملزمين معكم ومع الشركاء ديالنا باش نخدموا يعني كل نهار وكل ليل باش نوصلوا لهذا التحدي اللي عطينا رئيسنا من اجل مره اخرى يعني من اجل الشباب المغربي باش ما نكثروش الهضره بزاف الحقيقه. فقط كلمه اخيره قبل ما نعطي الكلمه للشركاء ديالنا، غير ان تيتر الوجود معهم ديالنا هي ان تعرفوا بان هاد السنتين ديال الكوفيد اللي عشناها الشباب المغربي عاش مجموعه ديال الاشكالات، ومشي شباب المغرب حقا شباب على الصعيد الدولي. فوجود مره اخرى شركاء اللي كيخدموا نورمالمون في لو بريفي كتجي يكون يمكن كان عندها واحد الاتيكيت او ميم طون بريفي او ميم طون دوله، ولكن فاش كيكون معنا شريك كذلك دولي الا وان خلينا ننجحوا في هذه العمليه ديال الخدمات اللي غنقدموها للشباب. الخدمات بصفه عامه تكلمت عليها في البرلمان، الا بغيتوني نعاود نذكروا بعض النقاط منها، هي اولا خص يكون يعني التجول عبر الـ عبر الـ عبر الوطن، وهنا غنقدموا مجموعه الخدمات كقطاع ديال الشباب لي زوبيرج دو جونيس، القضيه ديال الترونسبور حنا كنشوفوا مع شركاء ديالنا في هذا المجال. غيكونوا كذلك خدمات او دي زوفر بلوتو في المجال الاقتصادي في المجال التجاري باش يمكن لنا نقدموا مجموعه ديال الاشياء اللي بعض المرات باش مرات اخرى نقولها بالدارجه كيجيو شويه غاليين لهذه الفئه ديال الشباب. غنحاولوا نمشيو اكثر بوجود شركاء ديالنا باش نشوفوا كذلك هم الحلول اللي كيعطيو بطريقه عاديه اما على الصعيد الدولي بوجود مع بماستر كارد او خدمات خاصه اللي يمكن تقدمها لنا من بعد الاختيار كلها نخدموا لهذه الفئه ديال الشباب. من دواعي سرورنا في ماستر كارد ان نكون معكم اليوم للاحتفال بهذه الشراكه البارزه بين القطاعين العام والخاص. واحب اعبر باسم ماستر كارد عن سعادتنا وحماسنا بهذا التعاون بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبنك القرض الفلاحي المغربي وماستر كارد، كون هذا يعني الكثير بالنسبة للشباب المغربي. فالتغير الرقمي اللي احنا شفناه على مدى يمكن العامين الماضيين كان مضطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي نفس الوقت وفر فرص لنا كبرى للتغلب على التحديات الاجتماعية الراهنة، وأصبح التغيير جزء رئيسي في حياتنا كلنا وتحديدا في حياة الشباب. فلذلك هذه المبادرة طبعا مبادرة هامة جدا، وحتى نتمكن من الاستفادة من الفرص اللي بيتيحها لنا المستقبل بنحتاج لأن يكون الشباب منفتحا على تبني التقنيات الرقمية الحديثة للاستفادة من المزايا اللي توفرها، لأنهم عندما يفعلون ذلك ستكون لديهم الإمكانية اللازمة لضمان نمو الاقتصاد الرقمي الديجيتال ايكونومي بما يفيد جيلهم بأسره بالكامل، ويساهم أن يكون المستقبل أكثر ازدهارا للجميع. وباعتبارها شريكا موثوقا
للحكومات والمؤسسات المالية. بنفخر في ماستر كارد بهذا التعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية وبنك القرض الفلاحي المغربي لتلبية احتياجات قطاع الشباب في المملكة، وبدورنا نحن سنواصل العمل على تسهيل الوصول لتكنولوجيا مدفوعات حديثة تمتاز بالسهولة والأمان وتدعم جهود رقمنة الاقتصاد وتطوير سلاسل القيمة المؤسسية. وسنتابع تعزيز جهودنا لتسريع تحقيق الشمول المالي من خلال شراكة بناءة، لأن احنا بنؤمن بأن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم بشكل منفرد، لابد أن يتم بشكل جماعي، وأن التعاون المثمر هو الأساس للنجاح. ولقائنا اليوم ما هو إلا مثال حي على هذا التعاون المستمر. Le Crédit Agricole est très fier aujourd'hui de participer à cette grande initiative nationale pour les jeunes. Je félicite le ministère, à cette tête, Monsieur le Ministre, le ministère de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture pour cette initiative. Et je félicite aussi, je salue nos amis de Mastercard. C'est une initiative où le Crédit Agricole s'inscrit pleinement pour sa branche financière, pour le paiement, pour la bancarisation et pour le financement des jeunes de manière générale. Comme vous savez, les jeunes jouent un rôle très très important dans le développement de notre pays et vont jouer un rôle encore plus important dans les différents chantiers qui ont été lancés par Sa Majesté que Dieu l'assiste. Les jeunes vont jouer un grand rôle aussi et vont utiliser la digitalisation. Comme vous le savez, l'inclusion digitale est déjà réussie dans notre pays et on va essayer d'utiliser ce canal pour justement l'inclusion financière. Et nous sommes vraiment heureux de ce partenariat. Nous nous félicitons pour ce démarrage d'aujourd'hui et qui va nous permettre effectivement d'offrir des services, des produits, des parcours, des solutions digitales aux jeunes du Maroc. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.